يعني بتصور انه هذا استثمار، واي حد حماس او غير حماس او من هو قائم على البلد او مفروض يرحب بهيك استثمار، هيك استثمار دخل من شركة عالمية، فرص عمل تنفتح للبلد بغض النظر قديش حجمها، بس في الاخير بتساهم في خفض البطالات الموجودة مرتفعة. الكل بيعرف قديش حجم البطالة الموجودة بغزة. هي يعني ممكن تساعد كتير شعب غزة في ظل الظروف الموجودة، إنه تفتح مصدر رزق لكتير ناس، تحاول تخلق فرص عمل للشباب الموجودة، تحاول تفك الأزمة الموجودة عند الشباب وحالة الإحباط. فشركة كوكولا هي فكرة كتير كويسة إنه تعمل توسع المشروع تاعها، وإن شاء الله ربنا يوفقها. هي شركة وطنية وإحنا معها.